أعلن مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء عن انتهاء فترة التسجيل للالتحاق بالدفعة الرابعة من برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية، والذي يأتي تنفيذا لرؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وتماشيا مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 بهدف الاستثمار في الكوادر الوطنية الحكومية وبناء قدراتها واستيعاب طاقاتها في تطوير مختلف مسارات العمل الحكومي. وبهذه المناسبة أعرب معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة مدير عام مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء عن اعتزازه بالدور الذي يقوم به الشباب البحريني من إسهامات متميزة في رفد المساعي المتواصلة لتحقيق تطلعات المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، كون الشباب المحرك الرئيس لعجلتها ومحور استراتيجيات الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حفظه الله، وهو الأمر الذي يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله جل اهتمامه في مواصلة العمل على تنمية الكوادر الوطنية الشابة في مختلف المجالات. وأشاد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة بالاهتمام والحرص الذي أبداه الموظفون في الجهات الحكومية المختلفة وإقبالهم الكبير على التسجيل للالتحاق بالدفعة الرابعة من برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية، مشيرا إلى أن ما تحقق من نجاحات في الدفعات الثلاث الأولى يدفعنا نحو العمل على تعزيز دور هذا البرنامج الذي يحظى بالدعم والمتابعة من صاحب السمو الملكي ولي العهد في خدمة أهداف التطوير في القطاع الحكومي، مشيدا بمستوى منتسبي دفعات البرنامج وما أبدوه من دور متميز في نقل الخبرات والتجارب إلى محيط أعمالهم وتوظيف ذلك بكل مهارة وقدرة، معربا عن تطلعه لمواصلة الدفعة الرابعة للبناء على ما تحقق من نجاحات للبرنامج.